صالح العرفي وإدارة الفريق الأخضر. اليوم مباراة ودية تقيمها فئة البراهم 2007 إلى 2010 للوقوف عند مستوى الفريق. لهم سنة يتمرنوا فحبينا نجربوا في مباراة ودية، فهذه أول مباراة لهم وللاستعداد للمشاركات القادمة والاستحقاقات القادمة. وعندنا فئة الأواسط هذه مشاركة وجاهزة إن شاء الله للدور القادم اللي هو قريبا إن شاء الله، وإن شاء الله ربي يوفقنا ونرحب بضيوفنا نادي المروز ونرحب بكم. فئة اليوم تحت 12 سنة 2010-2011 يعتبروا أول مباراة يدخلوها مع فريق نادي الأخضر، فإن شرفنا أول مباراة كان من الأستاذ علي صالح نادي الأخضر العريق، ونتمنى أن يكون في دوري مجالات تحت 12 سنة أقل الرياضي يكون تعود على الملعب سنة وسنتين يكون لعب تحت الأخضر السنة. فنتمنى من الاتحاد العام ولجنة مسابقات الاتحاد الفرعي بنغازي نتمنى أن تكثرون من المهرجانات، وكل التوفيق نادي الأخضر على هذه الضيافة.